الثالث والأخير هو أننا أمام وضعية فراغ سياسي خطير لا يمكن أن تملأه سوى تعبيرات عفوية أو متطرفة أو غير مؤطرة رافضة تقريبا لكل شيء. سنكون متفقين وواضحين، فنحن عندما نرصد هذه الاختلالات بعد أن نكون دائما حريصين على ترصيد المكتسبات وأكرر ذلك، فإننا نقوم بذلك انطلاقا من غيرتنا على وطننا ومؤسساتنا وثوابتنا الدستورية. فقنوات التأطير وأدوات الوساطة كلما كانت قوية كلما كانت أكثر قدرة على أداء أدوارها الحامية للفضاء المؤسساتي والديمقراطي. ويجب بالمقابل على تلك الأصوات التي تحترف الدفاع عن كل شيء وبأي شيء أن لا توجه لنا اللوم بأننا نسود الصورة. فخطابها التسطيحي والضيق الذي يخيل لها أنها تدافع به عن البلاد وعن الاستقرار إنما هو في الحقيقة خطاب مضر بالوطن وبالمؤسسات، يستهدف كل صوت ما زال يحمل شيء من الحيوية، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة.